مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة أخبار الثقافة من تلفزيون سلطنة عمان، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم أسبوحة شعرية في حب الوطن في محافظة ظفار. تأملات في العمارة العمانية المحلية وفنونها، محاضرة تسلط الضوء على فن العمارة العمانية. دعما للتنوع السياحي والاقتصادي، تنفيذ مشروع السلك الانزلاقي في ولاية خصب بمحافظة مسندم. نظمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار فعالية شعرية في حب الوطن، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. وذلك ضمن الفعاليات التي تنفذها دائرة الثقافة بالمديرية. الفعالية تضمنت إلقاء قصائد شعرية متنوعة في حب الوطن، شارك فيها عدد من الشعراء بمحافظة ظفار. رعى الفعالية سعادة عيسى بن أحمد المعشني والي ولاية رخيوط، وحضرها عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والمهتمين بالشعر. وفي الختام قام راعي الفعالية بتكريم الشعراء المشاركين والجهات الداعمة والمساهمين، كما قدم مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة موسى بن عبد الله القصابي هدية تذكارية لراعي المناسبة. ضمن الفعاليات، وهي تقريبا قد تكون آخر فعالية في هذا العام، وهذه الفعالية الاستثنائية في حب الوطن، وكما يعني صدح لجميع شعراء الوطن حقيقة يكمن في جميع مراحل العمر وفي جميع نبض وقلوب الشعب العماني. تميز حقيقة الشعراء بالكلمات التي حقيقة أوضحوها أو قصدوها في جميع خلال هذا الحفل. ايضا ما يميز ايضا حضور الشعراء ودعمهم لبقيه الشعراء من قطاع الشباب. هذه الاسبوحه هي خصصت حقيقه للشعراء الشباب، كون ان الوزاره اصبحت معنيه بقطاع الشباب، وفئه الشباب تلقى اهتمام من المسؤولين في الوزاره، وهناك حقيقه على العام القادم بشائر خير للفعاليات. وكما سمعتم اخيرا تم الاعلان عن مراكز شباب من قبل سيدي صاحب السمو السيد وزير الثقافه والرياضه والشباب، والحمد لله يعني تم افتتاح أحدهما في محافظة مسقط، وتأتي البقية تباعا في محافظات السلطنة، وسيكون لمحافظة ظفار النصيب إن شاء الله الأكبر، كونها يعني من المحافظات التي تعنى بجميع القطاعات الثقافية والرياضية والشبابية. وقد لاحظت حقيقة أن فئة الشباب هنا تهتم بهذه الجوانب، وهذا ما يساعد الوزارة في أداء رسالتها ومهامها في الأعوام القادمة إن شاء الله تعالى. نظمت الجمعية التاريخية العمانية محاضرة بعنوان تأملات في العمارة العمانية المحلية وفنونها. المحاضرة جاءت لتسلط الضوء على فنون العمارة العمانية، والتي تعد مفردة من مفردات التراث العماني، تجسدت في تشييد المباني والقصور، وأصبحت في وقتنا الحاضر شواهد أثرية تحكي الجوانب المتنوعة من الحضارة العمانية الضاربة في جذور التاريخ. كما تطرقت المحاضرة لجوانب مختلفة في فنون العمارة العربية والإسلامية. قدمت المحاضرة الدكتورة نعيمة بنت أحمد الطاهر قاري، وأدارها المهندس علي بن جعفر اللواتي. بدأت الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران في تنفيذ مشروع السلك الانزلاقي بطول 1800 متر والمرافق الملحقة به في ولاية خصب بمحافظة مسندم. يأتي المشروع في إطار اتفاقية التطوير الموقعة مع وزارة التراث والسياحة لتنمية وإنشاء مجموعة من المشروعات السياحية في المحافظة. هذه صورة نهائية لواقع مشروع السلك الانزلاقي المزدوج، والتي تعمل معدات الشركة المنفذة في أعلى قمة جبل فت ليلا ونهارا للانتهاء منه في الوقت المحدد، ليشكل معلما سياحيا ترفيهيا جاذبا لاستكشاف المحافظة ومعالمها المتنوعة. حقيقة السلك الانزلاقي أو الزيب لاين هذا راح يعمل إضافة جديدة في المحافظة،
وراح فعلا راح يكثف من عدد السياح في المحافظة، وخاصة السياحة الداخلية. فالمواطن أصبح لما يريد هذه الخدمة راح يسافر برا ويصرف مبالغ طائلة عشان يستخدم هذا النشاط أو هذه الخدمة، فما بينما هي متوفرة في المحافظة أو في محافظة ابن سندن بمعنى أخص، فأسهل له أنه يجي المحافظة هنا وفي نفس الوقت يستمتع بالمناظر الطبيعية الموجودة في المحافظة. المشروع الذي تبنته الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران ضمن اتفاقية التطوير الموقعة مع وزارة التراث والسياحة يمتد مساره بين جبل فت وفندق أتانا خصب، حيث تكون منصة نزوله لمسافة 1800 متر. السلك الانزلاقي هو إضافة للعنصر الجذب. محافظة ابن سندن فيها كثير من العناصر، وهذا يعتبر عنصر جذب آخر، وطبعا سيساهم في الحركة السياحية، لكن بإضافة البرامج المعينة والمعتمدة من قبل وزارة السياحة والقطاع السياحي، ومشاركة الطيران العماني ومشاركة الفنادق الخدمية في الولاية. المشروع مع مركز الزوار ومرافق الضيافة يوفر لمستخدميه إطلالة بانورامية استثنائية على جمال طبيعة الأخوار مع الحركة السياحية البحرية، ليعيش السواح تجربة فريدة من نوعها تجمع بين المتعة والمغامرة والاستكشاف. ويمثل هذا المشروع عند الانتهاء منه وبدء تشغيله نقطة جذب سياحية مهمة للسائح من داخل السلطنة وحتى من خارجها. منصور بن ناصر السعدي، ولاية خصب بمحافظة مسندن. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تقنية رقمية دقيقة تستخدم لإلقاء نظرة أولى داخل مومياء الملكة منحوتب الأول. أهلا بكم من جديد. في مصر استخدم باحثون التكنولوجيا الرقمية الدقيقة ثلاثية الأبعاد لإلقاء نظرة أولى داخل مومياء الملكة منحوتب الأول التي لم يتم فك اللفائف عنها في العصور الحديثة، وذلك وفقا لما جاء في بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية. وكشفت عمليات تقنية الأشعة المتطورة من التصوير المقطعي عن تفاصيل وجه وأسرار تحنيط مومياء الملكة منحوتب الأول. وكشف بيان وزارة السياحة والآثار المصرية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة تحنيط الملك الفرعوني، حيث اتضح أن وضعية تقاطع الساعدين على جسد مومياء الملوك بدأت بمومياء الملكة منحوتب الأول واستمرت بعده إلى ملوك المملكة الحديثة. يعكف أطباء بيطريون في كولومبيا على علاج صغيرة حيوان الجاكواروندي النادرة المصابة بالمهاق، والحالة اكتشفت في منطقة وادي أبورا وتعد أول حالة يتم اكتشافها لحيوان أمهق من فصيلة الجاكواروندي في كولومبيا، وتقدم لأنثى الجاكواروندي الصغيرة الرعاية الطبية الأولية قبل نقلها إلى إحدى المحميات في مدينة ميدلين. وحيوانات الجاكواروندي هي نوع من القطط البرية، ويقع موطنها الأصلي في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وهي حيوانات تعيش منفردة ولا تلتقي مع بعضها من بعض إلا خلال فترة التزاوج. أطلقت شركة التكنولوجيا والوام 36 قمرا صناعيا للاتصالات إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية
في قزاقستان، وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم خدمة إنترنت عالمية فائقة السرعة وإدراج مناطق تقع ضمن قارة أمريكا الشمالية والمحيط المتجمد الشمالي وكندا كمناطق من المتوقع توفير خدمة اتصالات فيها. أطلقت شركة التكنولوجيا ون ويب 36 قمرا صناعيا للاتصالات إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. ون ويب وهي شركة مقرها بريطانيا أطلقت أقمارا صناعية في المدار ضمن خططها لتقديم خدمة إنترنت عالمية فائقة السرعة. الشركة على موقعها على الإنترنت قالت إن الإطلاق رقم 12 هو الأخير في سلسلة من 8 عمليات إطلاق مجدولة في عام 2021 بواسطة ون ويب مع شركتها في الإطلاق أريان سبيس. وفي وقت سابق من العام قالت ون ويب إن إطلاقا من الشرق الأقصى الروسي سيسمح لها بتوفير الاتصال في كل مكان شمال خط عرض 50 درجة. وأدرجت ون ويب المملكة المتحدة وألاسكا وشمال أوروبا وغرينلاند وأيسلندا وجميع الولايات الأمريكية الواقعة ضمن أراضي قارة أمريكا الشمالية والمحيط المتجمد الشمالي وكندا كمناطق من المتوقع توفير خدمة الاتصالات بالكامل فيها. وأطلقت الأقمار الصناعية على متن صاروخ سويوز 2.1 بي. واستأنفت ون ويب إطلاق الأقمار الصناعية في ديسمبر كانون الأول بعد خروجها من الحماية من الإفلاس باستثمارات قدرها مليار دولار من تحالف للحكومة البريطانية وشركة بهارتي إنتربرايزز الهندية. وحصلت الشركة على تمويل أيضا من الشركة الهندية ومن شركتي يوتلسات للاتصالات وسوفت بانك اليابانية. في ختام نشرتنا الثقافية هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم أسبوحة شعرية في حب الوطن بمحافظة ظفار. تأملات في العمارة العمانية المحلية وفنونها، محاضرة تسلط الضوء على فن العمارة العمانية. دعماً للتنوع السياحي والاقتصادي، تنفيذ مشروع السلك الانزلاقي في ولاية خصب في محافظة مسندب. نشرتنا انتهت، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في نشرة أخبار ثقافية قادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.